القطط والكلاب، من منهم يسيطر؟ هل الكلاب تتربع على القمة؟ أم القطط لها دائماً الكلمة الأخيرة؟ شكلوا فريقين وتنافسوا لتروا من سيضع هذا التاج. تعرف على الإجابة مع وقت المغامرة، جامبول، المحقق جادجت، سكوبي دو والعم جدو. يختلفان ثم يأتلفان. شاهدوا أروع كلاب وقطط على القناة، فقط على كارتون نتورك بالعربية.